الحصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في حصاد الفلوج، نبدأه بأبرز العناوين. تزامنا مع يومها العالمي، العراق يعيش أسوأ أزمة جفاف وتصحر، وتحذيرات دولية من خطر يهدد حياة العراقيين. في بغداد الجفاف يحول أهالي حي السعادة إلى بؤساء، والتصحر يلتهم 95% من المثنى. معولا عليهم لمحاربة الفساد، رئيس الوزراء يصدر حزمة إجراءات وتوجيهات لدعم الصحفيين في العراق. العراق يعيش أكثر أيامه استقرارا منذ الاحتلال الأمريكي، تقارير تكشف وفرة النفط والهدوء السياسي هما السبب. والعراق لا يوفر الحد الأدنى من معايير منع الاتجار بالبشر، واشنطن تنتقد، ضحاياه يفتقدون العناية. مرحبا بكم من جديد. البداية من كارثة الجفاف والتصحر التي تعصف بالعراق، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة هاتين الظاهرتين، إذ أكدت منظمة الهجرة الدولية أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة وندرة المياه والتصحر يعرض حياة العراقيين وأساليب عيشهم للخطر. وأضافت المنظمة في تقريرها أن كثيرا من العراقيين أجبروا على ترك منازلهم في مناطق بمحافظات جنوب البلاد بسبب الجفاف وشح المياه، لافتة إلى وجود تفاعل معقد بين تغير المناخ وموجات الهجرة أدى إلى حدوث تلك المشكلات في العراق. هذا ووثق ناشطون جفاف نهر شلال في قضاء المشخاب بمحافظة النجف مطالبين الحكومة بالالتفات إلى النهر كونه مصدرا إروائيا لأكثر من 25,000 نسمة. أمس وثقنا لكم شط المشخاب وجفاف شط المشخاب، اليوم احنا بنهر شلال، شط شلال الرئيسي اللي عليه أكثر من 10,000 دونم، أكثر من 25,000 نسمة هنا جاي يموتون على البطيء. هذا الشط جفاف تام، 10,000 نسمة بس هاي ميتهم. وهذا الشط أمامكم كله جفاف. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، التهم التصحر ما نسبته 95% من مساحة محافظة المثنى، فيما ترتفع الدعوات لتدارك الأزمة وإيجاد حلول لمعالجتها. مزيد من التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. بعوامل مناخية وتدخلات بشرية استفحل التصحر وانحصرت المساحات الخضراء وجفت الأنهار في محافظة المثنى، حتى بلغت نسبة الجفاف في عموم المحافظة 95%. معنيون اعتبروا أن هذه النسبة تشكل خطرا بيئيا يهدد حياة المواطنين، فالجفاف وسعي بعض أصحاب المزارع لتجريد مساحاتهم الخضراء وبيعها كقطاع سكنية يشكل خطرا لاختفاء المزارع والبساتين. محافظة المثنى تعتبر ثاني أكبر مساحة بالعراق بعد محافظة الأنبار، والأراضي الصحراوية تقريبا تشكل أكثر من 95%، ما تبقى هو مناطق حضرية ومناطق زراعية. للأسف الشديد خلال الفترات الماضية لوحظ انحسار كبير في المساحات الزراعية التي كانت تزرع. تعتبر محافظة المثنى من أكثر المحافظات تؤثرا بالمناخ وتؤثرا بالعواصف الغبارية بسبب مساحتها الكبيرة الشاسعة. وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، دعا مراقبون الحكومة الاتحادية إلى وضع خطط وبرامج للحد من مخاطر التصحر وجفاف الأنهار التي أصبحت مردوداتها سلبية للغاية، كما ترتفع الدعوات لدول الجوار عبر وزارة الخارجية بفتح منابع المياه المشتركة. في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ندعو كمنظمات مجتمع مدني الحكومة المحلية إلى تعزيز دورها. كما تعلمون العراق يعني متعرض إلى شحة المياه. ما لم تكن هناك معالجات حقيقية من قبل
وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات الساندلة والمعنية بهذا الأمر من أجل أن يكون هناك حلول آنية وحلول مستقبلية وحلول لها أثر كبير على الحد من ظاهرة التصحر. محافظة المثنى محافظة صحراوية، وأيضا يحتاج إلى موضوع الحزام الأخضر الذي طال انتظاره ولم يرى النور إلى هذه اللحظة. ويأتي استذكار اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي أصبح أزمة تتنامى بمعدلات متسارعة لتذكير الحكومتين المحلية والاتحادية للقيام بمسؤولياتهما لوضع حلول آنية لمخاطر هذه الظاهرة، سيما وأن البلاد مهدد بموجة جفاف حادة قد تسلبها أمنها الغذائي وغطاءها النباتي المتبقي. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. لمواجهة نقص المياه في العديد من أحياء مدينة أربيل، باشرت الجهات المسؤولة بحفر عشرات الآبار الارتوازية، كما اتجهت حكومة الإقليم لبناء 3 سدود جديدة. تقريرنا التالي يرصد واقع المياه في أربيل. اتخذت السلطات المحلية في مدينة أربيل العديد من الإجراءات لمواجهة خطر أزمة المياه التي بدأت تظهر ملامحها مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث اتجهت إلى حفر العديد من الآبار الارتوازية لتوفير المياه، خاصة أن مياه نهر الزاب لا تكفي لسد احتياجات سكان المدينة في الوقت الحالي. حسب توقعاتنا الموجات الجفاف يستمر، لأن الشرق الأوسط كله متأثرة بالتغيير المناخي العالمي. الضرر يعني يبين أكثر من على الشرق الأوسط، وإحنا من الشرق الأوسط يعني نتوقع الموجات الجفاف إذا يعني يستمر. ولتخطي تلك الأزمة أيضا خصصت حكومة الإقليم ميزانية مالية لشراء الأجهزة والمعدات الخاصة بحفر الآبار الارتوازية، فيما وجهت ببناء 3 سدود جديدة ستوفر سعة تخزينية تقدر بثمانية وعشرين مليون متر مكعب من المياه. اليوم جايين نظف المكان البير ويا الحفارة جايين. جاعد هذا البير صار ما باقي بيه مي. جاعد نحفر بير جديد 450 متر على الكلام محافظة أربيل. مناطقنا بدأ العمل فيها بحفر الآبار. نحن نحتاج إلى المياه بشكل كبير. نشكر كل الجهود التي تقوم بمساعدتنا. ونظرا للزيادة السكانية لعاصمة الإقليم، إضافة لآلاف السياح والوافدين والمقيمين والجاليات والشركات الأجنبية العاملة فيها، فإن أربيل تحتاج إلى مياه أكثر من محافظتي السليمانية ودهوك، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 25,000 بئر ارتوازية في عموم الإقليم. تعتمد أربيل على نسبته 65% على الآبار الارتوازية، فيما تتجه لبناء العديد من السدود بالتعاون مع وزارة الموارد الاتحادية لمواجهة خطر شح المياه. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. للمزيد ينضم معنا الخبير المائي والزراعي الأستاذ جاسم الأسدي. مرحبا بحضرتك أستاذ جاسم. بداية، إلحاقا طبعا بالمزيد من الجفاف الذي ضرب مؤخرا مناطق مائية من ضمنها جفاف نهر شلال في النجف، نسبة التصحر التي بلغت 95% في المثنى إلى آخره، في أي إطار تضع كل ذلك؟ مساء الخير على قناة الكرتية معك قناة الفلوجة، وحياك الله فيها وأيضا مشاهدي الفلوجة الكرام. بالحقيقة نحن نستذكر اليوم مع العالم اليوم العالمي لمكافحة التصحر، وهذا اليوم هو يوم مهم، سيما أن العراق ابتدأ في مكافحة التصحر منذ 70s القرن الماضي بخطى كبيرة ذلك الحين، لكنها توقفت رويدا رويدا. ومع التغير المناخي الحاد الذي يواجه العراق ويواجه حوضي دجلة والفرات وكذلك الزاب الأعلى والزاب الأسفل، إلا أن السياسة المائية لدول الجوار ساهمت بشكل كبير وهو الجزء الأكبر في هذا في حصول ظاهرة التصحر من جهة، وظاهرة أيضا هذا الشح المائي الكبير.
بالحقيقة اليوم يوصلنا كمية قليلة جدا من المياه لا تتجاوز 40% من الريت المعدل المطلوب، وبالنتيجة السدود الكبرى الرئيسية 3 سد وكان وسد حديثة وكذلك سد الموصل وبحيرة السرسار لا يوجد فيها خزين مائي يزيد على 11.5 مليار. في عام 2019-2020 كان الفراغ الخزني لدينا بحدود 20 يوم كانت هنالك سيول كثيرة وجريان مائي كثير. اليوم الفراغ الخزني أصبح بحدود 100 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن الصيف الحالي سيكون صيفا قاسيا، السنوات القادمة ستكون سنوات قاسية. إذا كان الجفاف قد داهمنا لموسم واحد مثل ما حدث في عام 2009-2015-2018، فالجفاف الحالي امتد على مدى 3 سنوات منذ عام 2021 حتى اليوم. وفي نفس الوقت كانت السياسة المائية سياسة رديئة للسنوات الثلاث الماضية، أنفقنا خزينا مائيا كثيرا. تقريركم ألقى ضوءا على الوضع المائي في السماوة، السماوة ليس الوضع المائي السطحي هو أيضا الفقير والفقير جدا، وإنما الوضع المائي الجوفي أيضا. في بادية السماوة هبط منسوب المياه الجوفية فيها إلى 18 متر، وهذا هبوط كبير أثر بشكل حاد منذ سنة وسنة ونصف على أهم بحيرة في السماوة، ناهيك عن الإفراط الهائل في عدد الآبار غير الشرعية. أنا باعتقادي الخطوات المتخذة الآن خطوات بالاتجاه الصحيح، هو تقليل الخطة الزراعية الصيفية إلى حدود ما، خاصة في الزراعات التي تتطلب مياه كثيرة، ردم بحيرات الأسماك المفرطة التي تتجاوز على 20,000 بحيرة خارج القانون وليس لها إجازة ولا حصة مائية. وفي نفس الوقت باعتقادي علينا أن ننتقل من الري السيحي الري بالقنوات المفتوحة والمضخات الكبيرة. وهذا سبق وأن نبهت عليه حينما تكلمنا سابقا في مناسبة سابقة، حينما كان هناك يعني مؤتمر بغداد للجفاف، وقلت أخشى أننا نتكلم أكثر مما نفعل. منذ تلك اللحظة وحتى هذه اللحظة، هل لمست تطورا ما يعني يجعل العراقي أو الخبير المائي يتأمل، يعني يبعث للأمل مستقبلا؟ حقيقة احنا فرصنا قليلة، لأن مياهنا هي بالأحرى مياه إقليمية، يعني نقدر نقول 97% من مياه الفرات هي مياه إقليمية، 85% من مياه الفرات هو من تركيا، 12% من سوريا، و 3% من المنطقة الغربية للعراق، كذلك مي دجلة أيضا الكثير منه هو قادم من الأراضي التركية وجزء منها من الأراضي الإيرانية. ناهيك عن المشاريع الكبرى التي تقام من قبل دول الجوار المائي بدون موافقة العراق والنظر إلى القوانين الدولية، فيما أننا من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية عام 1997 ومن ثم اتفاقية هلسنكي، وفي نفس الوقت نحن أعضاء فاعلين ابتداء من عام 2007 بما يسمى رامسار كونفنشن، والتي الفقرة الثالثة منها تقول أنه لا يجب على دول الجوار المائي المنضوية في هذه الاتفاقية عمل أي سد أو أي قاطع مائي أو أي نفق مائي بدون موافقة الجهات الأخرى المتشاطئة على النهر كالعراق على سبيل المثال. أنا باعتقادي أطلق السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني فكرة زراعة 5,000 شجرة من ضمنها النخيل، وهذه قضية مهمة خاصة ما يتعلق بالأحزمة الخضراء التي أشارت لها دراسة سويرلي، وهي الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق بالاعتماد على جزء من المخزون للمياه الجوفية الذي يقدر بخمسة مليارات متر مكعب سنوي، إضافة إلى مياه المصب العام. وباعتقادي نحن متخلفين جدا في إنشاء الأحزمة الخضراء، والأحزمة الخضراء أطلق المشروع من الناحية النظرية منذ سنوات طويلة لكن لم يبصر النور
لحد الآن مثله مثل المشاريع الأخرى التي تلكأت كثيرا نتيجة سببين. أولا الثقافة العامة والثقافة الرسمية أيضا في موضوعة المياه، لا زلنا في ثقافة وفرة المياه وليس في إدارة شحة المياه والفقر المائي. علينا أن ننتبه إلى هذه الظاهرة، سيما أن هنالك ثلاث سنيورهات لإدارة التصحر أو لإدارة الفقر المائي في العراق، كما جاء في دراسة سويرلي، كما أن هنالك خطة توزيعات مائية صارمة يجب الاعتماد عليها ابتداء من نقصان المياه من حدود 9 مليارات و 740 متر مكعب في خزاناتنا الرئيسية إلى ما يقل عن 4 مليارات متر مكعب. أنا أعتقد آن الأوان أن نغير طريقة الري من جهة ونغير استراتيجية الزراعة من جهة. نعم. يعني من غير الممكن أن نعتمد على محصولات تتطلب مياه كثيرة في موسم صيف عالي التبخر نخسر به حوالي 9 مليارات متر مكعب. عندما أقول نغير السياسة المائية يعني أن نخرج على سبيل المثال بحيرة الثرثار من نظام المائي وتبقى بحيرة الثرثار لإدارة الموجة الفيضانية إن كانت هنالك موجة فيضانية ستكون في السنوات القادمة. نعم. كما أن حصاد المياه هو ضروري مثل ما أشرتم في التقرير أن هنالك ثلاث سدود ستنشأ ابتداء من هذا العام في كردستان، يعني في سليمانية توك أربيل. إنها سدود صغيرة، هي سدود حصاد مياه. بالحقيقة العراق لا يحتاج إلى سدود كبيرة لأن لدينا قرى خزن كبير، لكننا نحتاج إلى سدود صغيرة سواء في المنطقة الغربية أو في كردستان العراق، إضافة إلى الاستنفار المائي الذي اهتمت به دول مثل السعودية ومثل الإمارات العربية المتحدة. شكرا جزيلا إليك الخبير المائي والزراعي الأستاذ جاسم الأسدي، شكرا لك مرة أخرى. الأخبار مستمرة. مخاطر الجفاف تدق ناقوسها في مناطق حزام بغداد. انقطاع مياه الشرب دفع أهالي حي السعادة لحفر الآبار لاستخراج المياه غير الصالحة للشرب وسد احتياجاتهم في موسم الصيف. تقريرنا التالي يرصد واقع هذه المنطقة. الماء الحلو. تصطف جالونات الأهالي بانتظار تزويدها بما يتيسر من الماء. هنا تتم عملية استخراجه بصورة معقدة، فالمضخات تحول عملها لسحب المياه من الآبار المشتركة في تكلفة إنشائها بين الأهالي. هنا في حي السعادة الواقع في أقصى جنوب شرق بغداد لم يعد الماء سر السعادة والحياة بالنسبة لهؤلاء. حقيقة سنويا من شهر الرابع ولغاية شهر العاشر يتم قطع المياه ولا توصل إن مياه صالح للشرب، فاضطرينا بصراحة إلى حفر آبار داخل منازلنا لكي يعني نحصل على المياه. حقيقة هذا المياه غير صالح للشرب لأنه تحتوي على نسبة عالية من الكبريت ومن الأملاح. يكلف فوق المليون دينار، الله شاهد، وانت شارك بيه أربع بيوت لو خمسة، انت شارك يلا نقدر نسوي البير، لأن تعرف كلها ناس كسبة. الحصة الحكومية لتلك الأحياء إن توفرت فهي مدفوعة. خزان الماء الصالح للشرب يقف سعره على المواطن بين 2000 و 3000 دينار طوال أشهر الصيف على حد قولهم. ما يطلونا مي، مدير محطة الأمل ومدير محطة الكرابلة، يعني ارتعنا المي بهاي الفترة اللي بداية موسم الصيف، حتى يدزون لنا دناتر مال المحافظة، حتى يبيعوننا مي. بعني عدي 35 دنكار يدسن يومية التانكي مثل هذا حضرتك، جاي تشوفه، ب 2000 دينار يبيع عنه. هو أستاذ هنا جاي. مخاطر الجفاف وأن لم تدق ناقوسها فعليا لكنك تلاحظها في مناطق حزام بغداد منذ سنوات. الخطر لا يكمن فقط في عدم وصول الماء بل في تداعيات استمرار الاعتماد في استخراجه من جوف الأرض على الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض، ما يدعو لوقفة حقيقية لإنقاذ الأهالي. هذا الماء ما ينشرب من عنده، هذا ماء مالح. على الحديد قناة الفلوجة بغداد. الأخبار مستمرة.
أصدر رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني حزمة من الإجراءات والتوجيهات واجبة التنفيذ لدعم الصحفيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية، تضمنت تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية من هيئة الإعلام والاتصالات بما ينسجم مع القانون. ووجه السوداني الجهات المعنية بتزويد المؤسسات الإعلامية بخدمة الإنترنت بأسعار مدعومة، كما أمر جميع نقاط التفتيش والمفارز الأمنية المرابطة بين المحافظات كافة بتسهيل إجراءات تنقل الكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية، كما وجه بإجراء التسهيلات بمنح سمات الدخول للصحفيين العاملين في المكاتب والقنوات الإعلامية وتسهيل إجراءات إقامتهم في العراق، إضافة إلى تسهيل إنجاز معاملات الضمان الاجتماعي الخاصة بالكوادر الصحفية العاملة في مختلف المؤسسات الإعلامية. كما دعا رئيس الوزراء الصحافة بشقيها المحلي والأجنبي إلى نقل الوجه الإيجابي المشرق للعراق، لافتا إلى أن الصحافة العراقية ليست مجرد وسيلة إعلامية خبرية، بل هي أرشيف مهم لتاريخ العراق الحافل بالأحداث والمنجزات، فيما أشار إلى عدم نسيان دور الصحافة في تشخيص حالات الخلل في الملفات التي تمس احتياجات الناس، وأنه يعول عليها في الكشف عن الفساد ومكافحته. لقد كانت الصحافة العراقية شاهدة على التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في العراق، وهي لم تكن مجرد وسيلة إعلامية تنقل النشاط الخبري، بل إنها تمثل أرشيفاً مهماً نطل من خلال نوافذه على التاريخ العراقي المليء بالأحداث والإنجازات. كما لا ننسى الدور الكبير الذي تؤديه الصحافة في تشخيص حالات السوء والخلل في إدارة الملفات التي هي على تماس مباشر مع احتياجات الناس وتتعلق بحياتهم المعيشية. إن الحكومة اليوم تتعامل مع الصحافة بأدوارها الوطنية تلك على أنها فاعل وشريك مهم لها في الكثير من الملفات التي تحتاج إلى رقابة ومتابعة، ولعل أهمها ملف مكافحة الفساد الذي تعول فيه الحكومة على الصحافة الوطنية في الكشف عنه ومحاربته. بدوره أكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي خلو السجون العراقية من أي صحفيين على قضية رأي أو نشر منذ أكثر من 15 سنة، فيما لفت إلى وجود دعاوى وقضايا رفعت من بعض الوزراء والمسؤولين في الفترات السابقة ضد صحفيين، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل لسحب تلك الدعاوى القضائية. نفتخر نحن الآن في العراق ومنذ عدة سنوات بأن العراق لا يوجد فيه سجين صحفي على قضية رأي ونشر نهائيا، يعني منذ أكثر من 15 سنة لا يوجد لدينا سجين على قضية أو رأي أو نشر في السجون العراقية، وهذا يحسب للجميع. الآن دولة الرئيس هناك دعاوى وقضايا رفعت من بعض المسؤولين الحكوميين الوزراء في فترات سابقة ولا زالت معلقة في القضاء، نتطلب تدخلكم بالإعاز للسادة الوزراء أو للجهة الذين يمثلونهم، لأن ليس وزراء حكومتك هي التي رفعت القضايا، لكن وزراء سبقوا هذه الحكومة رفعوا قضايا في القضاء وبقت هذه معلقة على عدد ليس بالهين من الصحفيين. أتمنى من دولتكم توجيه الوزارات بسحب هذه الدعاوى القضائية. للمزيد ينضم معنا عضو نقابة الصحفيين العراقيين هادي جلو مرعي. مرحبا بحضرتك أستاذ هادو. بداية برأيك، ما رأيك بحزمة الإجراءات التي أصدرها السوداني للصحفيين؟ حزمة من التسهيلات، منها تسهيلات تخص الإنترنت، تسهيلات تخص مرور الصحفيين من خلال نقاط التفتيش الأمنية إلى آخره، ما رأيك بها؟ نعم، شكرا جزيلا. تحدثنا عن هذا طويلا خلال اليومين الماضيين في أكثر من وسيلة إعلامية، واليوم ربما نختتم ذلك في قناة الفلوجة الغراء لنفيض ربما في الحديث عن أهمية عيد الصحافة وأهمية ما طرح من آراء وأفكار وتوجهات حكومية جديدة. في الواقع
سمعنا الكثير من الأحاديث من رؤساء الحكومات العراقية السابقين منذ عام 2003 وحتى اللحظة، وللأسف الشديد أغلب تلك الأحاديث لم تترجم على الواقع. لكن ما يبعث التفاؤل أو يدفع على التفاؤل في ما طرحه السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني هذه المرة، وأن هنالك إجراءات وحزم إجراءات اتخذت وتدابير في مجالات وقطاعات مختلفة اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية واستثمارية خلال الأشهر الستة الماضية. وكما تعلم فإن الصحافة والإعلام في العراق وفي العالم هي شريكة للحكومات وللبرلمانات وللهيئات والمؤسسات الحكومية، ليس بمعنى الشراكة في الحكم ولكن الشراكة في صناعة الرأي والتنوير وإيصال المعلومة ودعم إجراءات الحكومة في محاربة الفساد والتنوير بقضايا الدولة وأهمية عرض الإيجابيات وربما التسويق والترويج والإعلان والدعاية للدولة كواجهة اقتصادية وواجهة استثمارية واعدة مقبلة، خاصة وأن العراق يشهد تحولا كبيرا هذه المرة. وهذا ربما ما يدفع إلى القول بأن إمكانية ترجمة كل هذه الكلمات التي قالها السيد رئيس الوزراء والسيد نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأستاذ مؤيد اللامي إلى واقع، أنا شخصيا متفائل بذلك، لأن ما قام به السوداني في مجالات وفي قطاعات أخرى كان واضحا فيه مدى المصداقية، وبالتالي نحن نتفائل بهذه التصريحات ونعتقد أن هنالك مؤشرات إيجابية. وتعاملنا مع السيد السوداني في منذ عام 2003 في ملفات مختلفة منذ كان وزيرا لحقوق الإنسان وللعمل وللصناعة وفي قطاعات برلمانية وفي قطاع الاتصالات وفي قطاعات أخرى، وبالتالي ما نرجوه أن تترجم تلك الأقوال إلى واقع، وهذا كما قلت مأمول جدا من حكومة السيد السوداني. جميل جدا. الرجل يعني وجه حقيقة بتسهيلات عديدة، لكن لا أحد يتطرق إلى مثلا حرية الوصول إلى المعلومة، إلى محاسبة من ارتكبوا جرائم بحق بعض الصحفيين، إلى الدور الذي تلعبه بعض الجهات المتنفذة للتضييق على الصحفيين لا أحد يستطيع الوصول إليها أو المساس بها. ما رأيك بكل هذه الأطروحات؟ طبعا أنا برأيي أنه لب الموضوع هذا هو، يعني لأن الصحافة هي حرية التعبير وقدرة على الوصول إلى المعلومة، وغير ذلك يعني شروح للكلمات وللمعاني تفاصيل. حق الوصول إلى المعلومة في العراق وحرية التعبير في العراق تعرضت الانتكاسات عديدة منذ عام 2003، خاصة وأن النظام الديمقراطي نظام ناشئ وأغلب وسائل الإعلام مملوكة لأحزاب ولقوى سياسية فاعلة، وهذه القوى والأحزاب تحاول أن توجه تلك الوسائل لتكون مروج ومسوق لأفكارها لأيديولوجياتها وعقائدها وتوجهاتها السياسية والفكرية والاجتماعية. لكن في ذات الوقت دائما ما يتم التعويل على الحكومة في اتخاذ تدابير من شأنها أن تحد من الضغوط التي تمارس ضد الصحفيين. خذ مثلا القضايا التي ترفع ضد الصحفيين، يعني السيد نقيب الصحفيين قال للسيد رئيس الوزراء أن هناك طلب إليه بأن يتدخل شخصيا. أنا أتذكر في أيام الأولى لحكومة السيد حيدر العبادي أبطل جميع الدعاوى القضائية التي كانت مرفوعة ضد الصحفيين، وأتذكر أن هناك دعاوى كانت مرفوعة ضد الصحفيين وأنا كنت من بين هؤلاء الصحفيين، يعني في الحكومات التي سبقت حكومة السيد العبادي أبطل السيد العبادي تلك المذكرات. اليوم نتمنى، يعني ليس يعني السيد النقيب قال للسيد رئيس الوزراء أن يوجه الوزراء ب يعني وهذا شيء يعني جيد جدا بالطلب أو سحب تلك الدعاوى. أنا يعني أرى أنه معاضدة لطلب السيد النقيب وللنقابة، وهذا طلب النقابة الدائم، أن يقوم مجلس الوزراء وبأمر من رئيس الوزراء بإبطال تلك الدعاوى ومنع الوزراء من رفع تلك الدعاوى. القضاء العراقي الذي يميز القضاء العراقي بصراحة في موضوع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين وأنه في الغالب يرد تلك الدعاوى. أنا شخصيا لم ألمس أي دعاوى قضائية رفعت ضد صحفي و يعني حوسب الصحفي أو عقد الصحفي وكان القضاء في الغالب يرد تلك الدعاوى ويبطلها ويمنحها من أن تأخذ مجراها لأسباب مرتبطة بفهم القضاء العراقي لطبيعة وحقيقة العمل الصحفي ودوره في ليس فقط التنوير وإنما محاربة الفساد وتسليط الضوء على السلبيات ونقل المعلومات والحصول على تلك المعلومات. وأيضا أتمنى من السيد رئيس الوزراء أن يوجه وزارات الدولة العراقية والمديريات والمؤسسات والهيئات بأن يعني لا تحجب. طيب. أن تكف
عن حجم المعلومات عن الصحفيين، وأن يلزم الجهات والمؤسسات بعدم رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين. يعني أنا أجد في بعض تلك الدعاوى نوع من التجني على الصحفيين، بدلا من أن ترفع دعاوى قضائية ضد صحفي أو ضد استقصائي، أصدر بيانا وضح المعلومة فيه، مثل ما فعل السيد محافظ البصرة قبل مدة، أصدر بيانا أوضح فيه بعض ملابسات طرحها أحد الزملاء الصحفيين، وكان أمرا جيدا. يعني هذا الأمر مهم جدا، أي أننا نمنع استغلال السلطة، نمنع الوزير أو المسؤول أو المدير العام من أن يستغل منصبه لكي يرفع دعوة ضد الصحفي، وبالتالي يعجز الصحفي ويمنعه من الحرية ويخيفه ويوجه رسالة إلى بقية الصحفيين ووسائل الإعلام بأن هنالك سلطة قمعية وأن هنالك إجراءات قمعية رادعة تمنع الصحفيين من أن يمارسوا دورهم. إذا كان هنالك من شيء سلبي، بالتأكيد نحن جميعا نرفض هذا الشيء السلبي. لا يمكن لأحد أن يقبل أي سلوك يخالف القانون ويخالف التشريعات ويخالف الأعراف والتقاليد والعادات والقضايا التي تتعلق بالرمزية الدينية والأفكار، على الأقل بمستوى ما نعيش من مجتمع وطبيعة ثقافة وأفكار سائدة لدينا تختلف عما في الغرب الذي يتيح حريات أكبر في هذا المجال. لهذا السبب أنا أقول أننا يجب أن نلزم الوزارات والمؤسسات بالكف عن رفع الدعاوى، لأن هذا مضيعة للوقت واستهلاك للجهات القانونية داخل الوزارة وداخل المؤسسة، وكأن مهمة هذه الجهات هو إخافة الصحفيين. شكرا جزيلا إليك عضو نقابة الصحفيين العراقيين أستاذ هادي جلو مرعي. الأخبار مستمرة. رحبت الولايات المتحدة بزيارته إلى التي أسفرت عن إعلان الدوحة عزمها استثمار مليارات الدولارات في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة، مؤكدة تأييدها بشكل كامل اندماج العراق المتزايد في مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدم هودج أشاد بتحرك العراق خلال العام الماضي نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال خطوات لربط شبكة طاقته بشبكات دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مشيرا إلى أن هذين المشروعين للبنية التحتية جزء من ملفات زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط ويتم تحقيقهما الآن بدعم من الولايات المتحدة. في سياق دبلوماسي آخر، بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتلموش العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتعاون بين البرلمانين، مهنئا إياه بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس ولجميع الأعضاء الفائزين بالانتخابات وللشعب التركي بنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية. وخلال اتصال هاتفي أجراه الحلبوسي مع نظيره التركي، بحث أهمية التعاون والتطوير المستمر للعلاقات بين البلدين وناقش سبل العمل على تعزيزها من خلال توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانين العراقي والتركي والعمل المشترك لما فيه خير الشعبين الجارين الصديقين. هذا وأفاد تحليل لوكالة رويترز بأن العراق الآن أكثر استقرارا من أي وقت مضى منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، وهو ما تحقق بفضل أسعار النفط المرتفعة وفترة من الهدوء السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي. لكنه رأى أن محاولة الحكومة ترسيخ تلك المكاسب بتحقيق فائض في الميزانية لا يقوم على أساس صلب. ونقلت رويترز عن محللين قولهم إن خطط الحكومة العراقية الحالية لجذب المستثمرين وإعادة تأهيل البنى التحتية معرضة للخطر بسبب تنبؤات غير مؤكدة تتعلق بتقدير أسعار النفط، كما تواجه تحديا يتمثل في الحفاظ على دبلوماسية التوازن الدقيق في منطقة مضطربة، مشيرين إلى أن هناك تفاؤلا لكن على المدى القصير فقط، فهنالك تحديات كبيرة على المدى المتوسط والطويل. زار وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي وزارة الصحة لمناقشة النصوص القانونية والمتعلقة بالجوانب الطبية وتقديم الرعاية للأحداث في السجون. واجتمع القيسي مع أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تعديل قانون رعاية الأحداث لمناقشة النصوص القانونية المتعلقة بالجوانب الطبية وتقديم الرعاية للأحداث في السجون،
مؤكدا أهمية تعديل قانون الأحداث وأهمية دور الوزارات المعنية بهذا القانون وضرورة الإسراع بتقديم المقترحات والتعديلات كونها تعد ضمن البرنامج الحكومي. في سياق آخر، انتقدت الولايات المتحدة تعامل العراق مع ملف الاتجار بالبشر مشيرة إلى أنه لا يوفر الحد الأدنى من المعايير بهذا الملف وأنه يفتقر إلى الخدمات الكافية للضحايا الذين تم التعرف إليهم. كما رأينا، تم تخفيض تصنيف العراق في تقرير هذا العام لأنه لا يفي بالحد الأدنى من المعايير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ولم يشر إلى الجهود المتزايدة الشاملة لمعالجة المشكلات ذاتها التي ذكرناها مقارنة بالعام الماضي. وعلى الرغم من القلق في هذا الملف، إلا أن الحكومة العراقية أبلغت عن تحديد عدد أقل من ضحايا الاتجار بالبشر. نشعر بالقلق لأن العراق يفتقر إلى خدمات الحماية الكافية لضحايا الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم. كشفت لجنة الاستثمار النيابية عما سمتها بفضيحة جديدة في ملف مشروع مقبرة النجف النموذجية. تقريرنا التالي يرصد تفاصيل هذا الملف. مغلوب على أمره، وهو حي وهو ميت أيضا. فساد المشاريع الاستثمارية يطال حتى مقابر الموتى، حيث تعد مقبرة النجف النموذجية كبرى مشاريع الاستثمار في العراق وأكبرها في تاريخ المحافظة. لكن هذا المشروع الاستثماري الضخم ليس للمحافظة شيء من وارداته. فبعد زيارة لجنة الاستثمار النيابية إلى النجف، أكدت بأن أموال المشروع لا أحد يعلم أين تذهب. اليوم أساس زيارتنا كان مدينة النجف الأشرف، أنه هيئة الاستثمار بأولى يعني بداية جدولنا أنه نزور المقبرة النموذجية بالنجف، لأن أكو عليه علامة استفهام هواي، أكو كثير من الأسئلة ما بيها أجوبة. فإحنا جينا اليوم وشفنا الوضع على أرض الواقع، زرنا المقبرة وشفنا المقابر وشفنا كل البنايات اللي بيها الخدمات اللي يعني حيكون لنا إن شاء الله تقريرنا الخاص. عندنا علامات استفهام هواي، عندنا أسئلة هواي، صار عندنا يعني شلون تقول من نفسها اجوبه على كثير من الاسئله اللي احنا شفنا على ارض الواقع، والباقي من الاسئله اكيد باسرع وقت ممكن حنجاوب عليها. مقبره النجف النموذجيه بوبه على انه استثمار خدمي اجتماعي، لا يوجد استثمار اجتماعي على الاطلاق. استثمار المقابر صراحة عرف جديد لا يوجد فيها حتى على الكرة الأرضية بالكامل. المقابر من واجب الدولة البلدية توفير المقابر للمواطنين، مقابر أجور رمزية وليست استثمار واستغلال وجشع المواطنين. هيئة استثمار النجف بدورها أخلت مسؤوليتها من المشروع وبينت بأنها لم تعطي موافقات لإنشائه، وأن هيئة الاستثمار الوطنية هي من أعطت هذه الموافقات دون الرجوع إلى النجف. لقد منحت الهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية الخاصة بخدمات البنى التحتية لإنشاء مقبرة النجف النموذجية بعد أن تم استحصال موافقة وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر ذات العلاقة. وقامت الهيئة الوطنية بتشكيل لجنة لغرض وضع ضوابط وآليات لإنشاء مقبرة النجف النموذجية، وبالفعل قامت اللجنة المعنية مشكلة بموجب الأمر الوزاري بإعداد ضوابط، وقامت الهيئة الوطنية للاستثمار بمنح إجازة الخدمات البنى التحتية لمقبرة النجف النموذجية. ويرى المجتمع النجفي بأن هذا المشروع من أكثر المشاريع الاستثمارية التي تشوبها ملفات الفساد في المحافظة، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة المتورطين وكشف الحقيقة للرأي العام. من النجف، طاهر العساف، قناة الفلوجة. أعلنت وزارة النفط العراقية استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من الجيارة التي توقفت منذ العام 2020، وذكرت الوزارة أنها ستنقل نفط الجيارة بموجب عقد إلى جنوب العراق ومنه إلى الأسواق العالمية، لافتة إلى أنها تنقل 30,000 برميل يوميا من حقل الجيارة بالصهاريج وخطوط السكك الحديدية الخاصة بتحميل الوقود إلى البصرة لتصديرها إلى الخارج. في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة تعالت أصوات المواطنين المطالبين بإيجاد حل لمشكلة تردي الكهرباء الوطنية بعدما وصلت ساعات القطع إلى 20 ساعة في اليوم. مزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
على الرغم من إعلان افتتاح محطات جديدة هنا، فإن مناطق الفلوجة تشهد انقطاعا شبه تام للتيار الكهربائي، لا سيما القاطع الجنوبي من المدينة الذي شهد تجهيز 4 ساعات مقابل 20 ساعة انطفاء للطاقة خلال الشهر الحالي. مدير توزيع كهرباء شرق الأنبار يمتنع عن التصريح أمام الإعلام لأسباب مجهولة. بيا وجه يطلع هو بيا وجه يعني يقول لك أنا عندي كهرباء، يطلع المسؤول على المواطن يقول عن المواطن يقول له عن الكهرباء بها يعني خلل، عندنا تصريح بها عام وقاطع جنوبي، يعني نهائيا ما عندك كهرباء خلاص. هاي الجبيل الشهداء التوزيع جديد انقطاع كامل ولا نعرف الكهرباء نهائيا. احنا نطالب الحكومة بتوفير مادة الغاز للمولدات حتى تعوض عن الوطنية، لان بين المشكلة مال الوطنية ما اعتقد راح تنحل بيوم وليلة، لان القاطع الجنوبي عندنا بالفلوجة حيل دا يعاني من مشكلة الكهرباء خاصة الوطنية، ماكو خلاص يعني تجي بين فترة واخرى. العم خليل ورغم عمله المتواضع فانه يتحدث عن جباية الكهرباء التي اثقلت كاهلة، متسائلا عن الأسعار الخيالية التي تدفع لدائرة الكهرباء دون أي تحسن ملحوظ في هذا الملف منذ العام 2004. حملت المواطن ديون أكثر من قابليته، اللي 400 واللي 500 واللي مليون واللي 600، يعني صحيح المواطن ده يدفعها بس مضطر يدفعها أقساط، شو يسوي؟ يعني دائرة الكهرباء قامت تشتكي على المواطن عند الشرطة ولا ليش ما تدفع؟ يعني أنا واحد من الأشخاص، أنا بالنسبة للكهرباء أنا جتني 600,000 وأنا أصلا ما موجود بالبيت، ما مستخدم الكهرباء، ما موجود بالبيت. وتشهد المحافظات العراقية تراجعا كبيرا في ساعات تجهيز التيار الكهربائي، فيما يأمل المواطنون أن تستثمر محطات طاقة الغاز المحترق بدل استيراده من دول الجوار. من محافظة الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة. ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء والماء في سامراء، يلجأ عدد من الشباب إلى السباحة في نهر دجلة، إلا أن الموت كان بانتظار شابين في قاع النهر. تفاصيل هذا الحدث المأساوي نتابعها في التقرير التالي. نهر دجلة يبتلع شابين من مدينة سامراء بعدما هربا من لهيب الصيف وانقطاع الكهرباء والماء. تكرار حالات الغرق ترتفع في فصل الصيف، لأن الشباب مجبرون على السباحة في أماكن غير آمنة بعد أن منعوا لسنوات من الأماكن التي اعتادوا عليها بحجج أمنية، فضلا لافتقار المدينة لمسابح نظامية. وها هو نهر دجلة يبتلع شابين من أبناء المدينة مع بداية هذا الصيف. سبب حالات الغرق أول فقرة درجة الحرارة عالية والمتنفس الوحيد لنا، نطالب وما جاي يلقونا صيغة حل، أما يسدوه أو يفتحونا المكان القديم، يعني هذا اللي نطالب به. يعني أما إحنا نقول يوميا نفقد لنا فداء 2-3-4 ما مسيطر عليه، وهذا المكان أخطر مكان بنهر دجلة، هو بالأساس هو مقالع ماكو متنفس غيره، المدينة كلها مدينة سامراء هو هذا المتنفس الوحيد. رغم مطالبات الحكومة المحلية وأبناء المدينة بفتح الأماكن الآمنة في نهر دجلة أو توفير شروط السلامة والأمان في الأماكن المتوفرة حاليا، لكن هذه النداءات لم تجد من يسمعها وينفذها، فهل يعقل أن تدخل محطة الماء الرئيسية للصيانة بهذا التوقيت؟ فأحد أسباب لجوء الشباب لنهر دجلة انقطاع الماء. طلبنا طلب رسمي من قبل القوات المتواجدة في سامراء بفتح هذا المكان الآمن اللي موجود، وإحنا طلبات الناس اللي تصل أنه ماكو متنفس حقيقي بالمدينة. أملنا الكبير من الأخوة في سرايا السلام أن يفتح هذا المكان وأن تعود الناس به، لأنه حقيقة اليوم الناس لا يوجد لها متنفس في القضاء. كهرباء ماكو، ماي ماكو، مشروع صيانة للماء الرئيسي اللي يغذي 80% من أحياء المدينة هسه صارت بداية الصيف، الشباب وين تروح؟ مسبح ماكو، مسبح أولمبي ماكو بالمدينة، تضطر الشباب تروح نهر دجلة، الأماكن خطرة بنهر دجلة. واجهنا البارحة 2 من شباب المدينة راحوا وغرق الله يرحمهم، يعني وقبل كم يوم هم 4 راحوا، مشكلة متجذرة في مدينة سامراء. نهر دجلة
البديل الوحيد للشباب ليلقوا فيه هموم ومتاعب الحياة في حر صيفهم اللاهب، والهروب من معاناة الكهرباء التي لم تنتهي. إلا إن هذين الشابين لم يكونا يعرفان إنهما على موعد مع الموت غرقا. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة. للقضاء على حشرة الدوباس، باشرت دائرة زراعة ديالى بالتعاون مع طيران الجيش بحملة لرش أكثر من 5000 دونم زراعي بالمبيدات. تقريرنا التالي يرصد تفاصيل هذه الحملة. ما يقرب من 50% انخفض الانتاج الزراعي في ديالى من محاصيل الفواكه والتمور لهذا العام نتيجة انتشار الأمراض فيها، معاناة تضاف إلى أزمة المياه التي أدت إلى استبعاد 500,000 دونم زراعي من الخطة الزراعية، ثروة كانت في السنوات السابقة تغطي الاحتياج المحلي للمحافظة ويصدر ما يفيض منها. الأمراض اللي موجودة مثل الدوباس والذبابة البيضاء أثرت تأثير سلبي أكثر من 50% من العام والسنة السنة 23 أثر عليها. دائرة زراعة ديالى وبالتعاون مع طيران الجيش باشرت بحملة لرش المبيدات لأكثر من 5000 دونم زراعي، وتحديدا عند النقطة التي انتشرت فيها حشرة الدوباس، خطوة من شأنها الحفاظ على ما تبقى من محاصيل زراعية لهذا العام في محافظة ديالى. المساحات المستهدفة في ديالى تقدر ب 6000 دونم تقريبا، تمثل بؤر إصابة شديدة جدا وزع على مناطق قضاء معقوبة وقضاء الخالص وقسم القضاء المقدادية. الحمد لله المكافحة لحد الآن أقدر أقول ناجحة جدا. خطوة وصفها معنيون بالشأن الزراعي بالمتأخرة، وذلك لانتشار الحشرات بشكل واسع في عموم المحافظة وإتلاف كثير من المحاصيل الزراعية، فيما عزت دائرة الزراعة أسباب هذا التأخير إلى عدم وجود طائرات زراعية لانطلاق الحملة في الموعد المحدد كما في السنوات السابقة. ربما يكون وقت نوعا ما متأخر في استهداف الحشرة، يعني المفروض احنا نستهدفها حقيقة في نهاية الشهر الخامس، بس على عدم توفر الطائرات، يعني الأمور لوجستية، يعني حقيقة الطائرات الزراعية الخاصة بمكافحة حشرة الدوباس وبقية الآفات يعني شو نقول مرقنة من الطيران. هذا وينتظر الفلاحون نتائج هذه الحملة على أمل القضاء على الحشرات الضارة وأن تكون المواد المستخدمة فعالة لإنقاذ الثروة الزراعية من الهلاك. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. مشاهدين الحصاد، انتهى إليكم أبرز ما جاء فيه. تزامنا مع يومها العالمي، العراق يعيش أسوأ أزمة جفاف وتصحر وتحذيرات دولية من خطر يهدد حياة العراقيين. في بغداد الجفاف يحول أهالي حي السعادة إلى بؤساء، والتصحر يلتهم 95% من المثنى. معولا عليهم لمحاربة الفساد، رئيس الوزراء يصدر حزمة إجراءات وتوجيهات لدعم الصحفيين في العراق. العراق يعيش أكثر أيامه استقرارا منذ الاحتلال الأمريكي، تقارير تكشف وفرة النفط والهدوء السياسي هما السبب. والعراق لا يوفر الحد الأدنى من معايير منع الاتجار بالبشر، واشنطن تنتقد ضحاياه يفتقدون العناية. الحصاد انتهى. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا عبر مواقع التواصل الخاصة بالفلوجة. إلى اللقاء. We'll be right back.